تكون مشتركه. مجرد المشاركه هو كده كده في النهايه ممكن مش هيعمل حاجه، بس يبقى الدول دي موجوده معانا. حلو قوي. طب احنا بالنسبه لنا ايه اكبر كم من اللعيبه اللي ممكن تكون متواجده في الاولمبياد؟ احنا بننافس على كم مقعد؟ احنا طبعا احنا الاولمبياد 18 مقعد، 6 روماني، 6 حره، 6 بنات. احنا في الدورتين اللي فاتوا كنا اللي هي ما بين طوكيو ما بين ريو كنا بنلعب ما بين 11 و10. اعتقد السنه دي ممكن برضو، خصوصا انها في مصر بقى ان شاء الله، يعني ده طبعا هيبقى حافز اكتر للعيبه، ممكن نوصل ان شاء الله 12 او 13 مؤهل ومؤهله للاولمبياد ان شاء الله. فاوزان قد ايه يا كابتن؟ يعني الاوزان اللي في المزارعه بتبقى كام وزن؟ احنا عندنا بقول لحضرتك في الروماني 6 اوزان، الحره 6 اوزان، البنات 6 اوزان، اجماليهم 18. فاحنا بنتعامل في كل وزن عدد معين من اللعيبه ليه؟ لا يعني لينا واحد بس، ليك لاعب واحد الدوله فقط. اللي هي واحد بس. يعني مثلا في بطوله العالم نفترض ان شاء الله باذن الله حد من مصر يتاهل، لما نيجي نلعب في الدوره الافريقيه المؤهله الميزان ده مصر ما تشاركش فيه. بالحركة مثلا سي امريكا تاهل عندها حد، لما يلعبوا الدوره المؤهله بتاعت قاره امريكا الميزان ده امريكا ما تشاركش فيه. يبقى بحيث ان في الاولمبياد في النهايه هو لاعب واحد بس من كل دوله اللي يقدر يشارك. حلوة. في الوزن مش في التوتال يعني. طيب على